الفوائد ديال الرياضة للمرأة من بعد الولادة مهمة، ونذكروا منها: كتقصح العضلة ديال البطن، يعني ما كتبقاش مرخية، كتساعد باش الدورة الدموية تكون مزيانة، كتساعد باش المرأة ترجع الصحة اللي كانت عندها قبل الولادة. أيضا كتساعد على انقباض عضلة الرحم باش الوالدة كترجع لبلاصتها، كتساعد على إنجاح الرضاعة الطبيعية، كذلك كتساعد على الوقاية من القبض، وكتساعد على الوقاية من خروج البول اللا إرادي وهبوط الوالدة. نصائح وطرق إنجاح الحركات الرياضية: في الأول خاص المرأة تبدأ بحركات خفيفة، هاد الحركات تمارسهم كل يوم وبدون خطأ. ملي كتكمل المرأة هاد الحركات الرياضية، في بعض الحالات كتكثر دم النفاس، ولكن هاد الشيء ما كيشكل حتى مشكل. ولكن في بعض الحالات إلا ظهرت علامات على سبيل المثال: سخانة، ارتفاع في الضغط الدموي، حريق في البلاصة ديال الغراز أو الفتحة، عياء، كدوز بالدم بزاف، أو لا شي حالة أخرى اللي ما كتطمنش، ففي هاد الحالات ضروري المرأة خاصها توقف الحركات الرياضية. الحركات الرياضية اللي كدار في النهار الأول من بعد الولادة: تنفس. هاد العملية ديال التنفس كدار في النهار الأول من بعد الولادة 2 حتى 3 ديال المرات. تنفسي من الصدر 10 ديال المرات، تنفسي من البطن 10 ديال المرات. الرياضة ديال الرجل. الحركة ديال الرجل كدار النهار الأول من بعد الولادة 2 ديال المرات في النهار. جبدي القدام أو الراس ديال الرجلين القدام، من بعد قوسي القدام ديال الرجل لعندك، وهاد الحركات يدارو 5 حتى 6 ديال المرات. الحركة ديال الدرعين. هاد الحركات كيداروا النهار الأول من بعد الولادة 1 حتى 2 ديال المرات في النهار. حلي يديك مزيان وتنفسي بعمق، وانتي كتخرجي الهواء جمعي اليدين والدرعين حتى يتلاصقوا الكفوف ديال اليدين. هاد الحركات كيداروا 5 ديال المرات. الحركة ديال المخرج. الحركات ديال تزيير المخرج كدار في النهار الأول من بعد الولادة 3 ديال المرات في النهار. زيري مزيان اللور بحال بغيتي تحبسي الريح، ارخي اللور وطلقي نفسك. هاد الحركات كيدارو 5 حتى 6 المرات، وغادي تتبعي هاد الشي شهر من بعد الولادة. الحركات الرياضية اللي كدار في النهار الثاني من بعد الولادة: الحركات ديال البطن او لي زابدومينو، هاد الحركات كيداروا 2 المرات في النهار. ملي تكوني كتنفسي هزي الراس بشويه وحطي اللحيه فوق الصدر. ونعاودوا نفس العمليه وحنا كنخرجوا الهواء 5 ديال المرات. الحركة ديال العنق. هاد الحركات كيداروا 2 ديال المرات في النهار. نهبطوا العنق للقدام واللور، مرة هكذا ومرة هكذا، 5 ديال المرات. ندوروا العنق اليمين واليسر 5 ديال المرات. الحركة ديال الكتف. هاد الحركات كيداروا 1 حتى 3 ديال المرات. نهزوا الدرعين للفوق ونحطوا اليدين على الكتاف، وندوروا الدرعين للقدام 5 ديال المرات، وندوروا كذلك الدرعين للوراء 5 ديال المرات. في اليوم الثالث
كنديروا نفس الحركات ديال اليوم الأول واليوم الثاني، يعني حركات التنفس، حركات الرجل، حركات الدرعين، حركات المخرج، حركات البطن، حركات العنق، حركات الكتف. الحركات الرياضية اللي نزيدو في النهار الرابع والخامس: الحركة ديال الكرش لي زابدومينو. هاد الحركات كيدارو جوج ديال المرات في النهار. نعسو على الظهر ونسرحو الرجلين بجوج للقدام ونهزو اليدين شوية، ومن بعد نتهزو من الأرض ونرجعو، وهاد الحركات نعاودوهم خمسة ديال المرات. الحركة ديال الحوض: نعسو على الظهر ونهزو ونهبطو الظهر خمسة ديال المرات. الحركة ديال الرجل: هاد الحركات كيدارو جوج ديال المرات في النهار. مثلا نبداو بالرجل اليمنية، نهزو الرجل الفوق عمودية، ومن بعد نقربو الركبة، نعاودو نهزو الرجل عمودية، ومن بعد نهبطو الرجل. ونفس الحركات نطبقوهم على الرجل اليسرية، وهذا الشيء كله ديال الحركات يتعاود خمسة ديال المرات. وبالنسبة للحركات ديال التنفس والحركة ديال الدرعين والحركات ديال البطن، يمكن لكم توقفوهم. من اليوم السادس حتى اليوم التاسع كتستمري على نفس الحركات اللي كنتي كتقومي بها الأيام اللي من قبل. الحركات الرياضية اللي نزيدو في اليوم العاشر: الحركات ديال الكرش لي زابدومينو، هاد الحركات كيدارو جوج ديال المرات في النهار. نقبطو رجلينا بشي حاجة، مثلا كرسي أو يقبطهم شي حد، وحنا مسرحين على الظهر نطلعو ونهبطو خمسة ديال المرات. الحركة ديال الحوض يدارو جوج ديال المرات في النهار. نتسرحو على الظهر ومرة والدرعين عموديين للجسم ديالنا، ونتنيو الركبة للداخل مرة على اليسار ومرة على اليمين، وهاد الحركات يدارو خمسة ديال المرات. نستمروا على هاد الحركات، وملي نوصلوا شهر نزيدوا هاد الحركات: الحركة ديال الرجل، نوقفوا ونهزوا القدم للفوق، نعسوا على الظهر وندوروا الرجلين بحال بشكليطة. الحركة ديال الجسد، نوقفوا ونتناو أولا نتطواو للقدام حتى نشكلوا زاوية قائمة، ونسرحوا اليدين لتحت، ونعاودوا هاد العملية خمسة ديال المرات. للإشارة فقط، فالمرأة اللي والدة بالفتيح ما تبدا هاد الحركات الرياضية حتى تحس براسها قادرة عليهم، ما عدا الحركات ديال الكرش أو لي زابدومينو فما يمكن لهاش تبداهم حتى تكمل شهر. والرياضة للمرأة من بعد الولادة صحة وإفادة.